أتته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كثيرا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي كذبوا بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمد لله رب العالمين. أنا أخوكم عبد الرحمن في الإسلام. كان اسمي مايكل كامل مصحي اسكندر بقى اسمي عبد الرحمن. أنا أطالب برئيس الجمهورية اللي هو يهميني وشيخ الأزهر الشريف. فأنا لما أسلمت على اقتناع
ودي شهادة الإشهار بتاعي، دي شهادة الإشهار بتاعي إن أنا أسلمت على اقتناع. بارك الله في أمي أسلمت قبلية وعلمتني الإسلام، وأنا طالب يحموني من الكنيسة المصرية الأرهابية، فأنا بحب الإسلام ومقتنع بالإسلام. فأنا دخلت الكنيسة، فحاولت إن أنا أقرب من ربنا، معرفتش. فأنا دخلت الكنيسة بالجزمة، والقسيس يقول لي اشكي لي همك واشكي لي ذنوبك. فأنا اشتكيت له ذنوبي، بيقول لي غفرت لك ذنوبك. ازاي يقول لي غفرت لك؟ هو عبد زيه؟ هل هو عبد يغفر ذنوب الناس؟ بياكل ويشرب زيي؟ ازاي عبد يغفر ذنوب الناس؟ هل ربنا واحد لا شريك له؟ وده اللي خلاني اسجل، وهسجل مره واثنين وثلاثه وعشره، عشان ابين الحقيقه للناس. فانا بحب الاسلام وهموت على الاسلام، مقتنع بالاسلام ومبسيبش فرض، واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. انا الاول كنت بشتم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما عرفت حقيقته اسلمت وسجدت لربنا سبحانه وتعالى اللي هو يغفر لي ذنوبي. والحمد لله نعمة الاسلام كافية بقى نعمة. فانا رحت الدير وتعذبت واتضربت وهربت من هناك، وشفت كاميليا شحاتة ومريان كامل، هما بخير بإذن الله، وربي نجيهم من الكفر. وأنا لما دخلت الكنيسة وقابلت قسيس عرض عليا 3000 جنيه، عرض عليا 3000 جنيه، وأنا ما قابلتهمش، عشان أنا داخل إسلام مش عشان حاجة، داخل عشان مختار الآخرة مش مختار الدنيا. فلما ربنا يوم الحساب لما ربنا يحاسبني قال لي ما هو ربك، ما هو دينك، ما هو نبيك، قسيس؟ ما ينفعش. انا من الداخل انا مش خايف من اي حد الحمد لله، وداخل بقلب. انا كنت جبان الاول خالص، لكن الاسلام علمني الشجاعه، وامي عرفتني الاسلام. واطلب من سياده الرئيس حسني مبارك وشيخ الازهر الشريف ان هم يحموني، ربنا الحامي. فانا عاوز اوجه، يعني عاوز اقول، عاوز ابكي بس مش عارف. بحب الاسلام جدا. انا كنت انسان وحش جدا الاول في المسيحية، فانا الحمد لله نعمت الاسلام. انا بحب الاسلام، بحبه من قلبي، الاسلام دخل قلبي. اول ما اغتسلت ودخلت الجامع توضيت وصليت، حسيت براحة، حسيت ان انا انسان تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فين يا نصارى المسيح قال اللي هو الله؟ مكتوب في الكتاب المقدس ربنا خروف، وده الصليب اللي هم عملوه لي وشلته تاني، وعملوه لي تاني وشلته. بتعبدوا انسان، ربنا واحد لا شريك له، هو اللي خلق السماوات والارض، هو اللي خلق البشر، هو اللي بيدينا الاكل والشرب وكل حاجه.